الجمعة 10/2/2012 تفجير خزانات المياه في حي باب عمر، وهذا هو الخزان الرئيسي الذي يغذي الحي بالمياه. انظروا لعصابات الأسد ماذا فعلت بهذا الخزان، لقد قطعوا المياه عن حي باب عمر. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار، أنت وأعوانك. لا إله إلا الله، أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ استمع إلى أصوات الانفجارات تزلزل حي باب عمر، إنهم يفجرون المنازل، لم يتركوا منازل يفجروا. استمع إلى أصوات الانفجارات.